ماما أنا رايحة على المطبخ ساوي شاي للكل، بلكي لوقتها رامفير وسومان بيكونوا وصلوا. إيه ماشي بنتي. شو هاد؟ أنا ما عم أقدر أوصله أبداً، وبعدين بدنا نريح راسنا. اهدى شوي أخي، أكيد رانفير على الطريق. تيتا قليلي معقول يصير شي سيء لماما؟ لا تقلق حبيبي فير، ما رح يصير شي لأمك ماشي؟ ابني قلي لشوف، كم ولد عندكم؟ ولد واحد، بس لساته صغير. ابنك محظوظ إنك أنت أبوه، بس بدي أنصحك نصيحة، تأكد إنه ابنك يكبر ويصير مثلك تماماً، مثقف ومتعلم. أكيد ما تاكلي هم، بالنهاية بيضل ابني وأكيد رح يتأثر فيني. يلا بسرعة الكل ينزل من هون، فضوا الشاحنة وصلتوا على محل ما بدكن. يلا حاسبوني يلا. سومان يلا مسكي ايدي لشوف منشان ما توقع. ديري بالك عمالك. قديش بدك منا؟ بدي 1000 روبية عنك وعن مرتك. طيب جزداني وينه؟ يلا بسرعة أنا متأخر لسه طريق طويل. إيه لحظة واحدة سومان، يمكن تركت جزداني بالسيارة. ما في مشكلة تفضل هدول. شكرا. أهلا وسهلا. معلم شو لازم نعمل هلأ؟ خلينا نستنى الفرصة المناسبة. رامفير كأنه نحن هلأ ضعنا بهي المنطقة. مزبوط، بس على الأقل قدرنا نوصل لهون. أنا رح روح أسأل الناس اللي هنيك، أنت خليكي واقفي. من وين فيني احكي تليفون بهالمنطقة؟ هاي بلشت تضرب على عصبي بتليفوناتها. اهلين مدام، طمنيني انت منيحة؟ شو بدك بهالسؤال؟ شو مش الحال ولا لسه؟ الأمور كلها تحت السيطرة، بس صاروا بين إيدي أنا برجع بدقلك فورا. عم تلعب معي؟ بدك تاخد مصاري وتطنشني؟ لا لا ما خبرتني شو صار معك، وهذا وقت رجعتهم على البيت. أنا سوريش وأنا بطبيعتي صادق بشغلي 100%. مو بإيدي، بس أنا ما عم بقدر حاكي رجالي لأنه ما في تغطية هني. بس تأكدي إنه أول ما حاكيهن وأول ما بيوصلوا بدقلك وبخبرك، ما تاكلي هم أبدا، خليكي مطمنة مدام. واحد غبي. سندورا شو المشكلة؟ حبيبتي شوفي ليش هيك متوترة؟ لا ما في مشكلة، كنت عم خطر لي احكي مع رفيقتي على التليفون بلكي بروق. ايه كتير منيح طمنتيني، بس أنا سمعتك عم تقولي إنه هذا هو وقت رجعتهم على البيت. معقولة هي هون من زمان وسمعت كل الحديث؟ لما كنت عم بحكي مع رفيقتي قلت لها إنه صار وقت رجعتهم للولاد على البيت هلا، مشان تسكر التليفون لأنه طولت بالحكي معي كتير وأنا مليت. مو مشكلة حبيبتي. سندورا لا تقلق وديري بالك على حالك، هالوقت كتير حساس، ما بدي اياكي تمرضي بوقت عرس ولادنا، يعني بتعرفي نحنا لازم نكون جنبهم بهيك وقت مهم. سندورا تفضلي اشربي لك شوية عصير. يسلموا.
أنا رايحة. أول ما أخلص من سومان رح أرتاح كل عمري، رح طالعها من حياة ابني وما عاد شوف وشه، وبعدين بلاقي له وحدة بتليق فيه. كتير عادي يصير حوادث للناس بالمدينة، مشان هيك عادي يصير هالحادث مع سومان كمان. سومان من وين نحنا؟ طيب ماشي، خلينا هلأ نمشي من هون ونشوف وين فينا نلاقي تليفون. يلا امشي. يا أستاذ مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل. أنت من أندورشي؟ مزبوط، بس ليش؟ أستاذ نحن رايحين لهنيك وسمعت أنكم مستعجلين على الرجعة. إيه مزبوط كلامك، تفضلوا معنا لأنه نحن عطول هيك منحب نساعد بتوصيل الناس. رح ناخدكم لهنيك، لا تقلقوا شكلكم أكابر ويمكن على الأنير بمشكلة. لا ما في أي مشاكل، بس كيف بدنا نوصل لهنيك؟ قصدي الطرقات مسكرة مو هيك؟ الطريق العام بس مسكر، نحن بناخد طريق مختصر غير الطريق العام، فيكن تجوا معنا إذا بدكن، ونحن حافظين الطريق كثير منيح، ما في داعي لا تقلق ولا تاكلهم. سومان شو رأيك؟ شو صار معك؟ بشو عم تفكري؟ ما لازم نضيع هالفرصة، يلا خلينا نروح. بعده هيك خلي المدام تقعد هني. ما بعرف ليش بس ما بظن هالرجال نيتون صافية بلوب. يلا سومان انت ليش عم تفكري كتير؟ يلا ما بدي، أنا ما بدي أطلع. شو؟ وأنت ما لازم تطلع، يلا نزي. سومان شوفي الليلي شو اللي صار معك؟ ما بدي روح معه، يلا. كيف هلأ بدنا نروح على البيت؟ ليش ما عم تستوعبي؟ ما بيهمني، أنا بدي روح على البيت بس مو مع هدول. سومان شو عم يصير معك؟ هنن بس عم يحاولوا يساعدونا وانتي لسه عم تشكي فيهم فوق هالشي؟ ما حدا بيقدم المساعدة بدون ما يكون له مصلحة من وراها. تذكر شوفير الشاحنة ساعدنا كمان بس أخذ مصاري على هالشي. سومان ليكي أنا برأيي لا تألفي قصص، انتي من شو خايفة طالما أنا موجود معك؟ ما رح تفهمني، المرة بتقدر تحس بالخطر، والمشكلة اللي ممكن نوقع فيها أنت ما رح تفهمها. من وقت ما طلعنا من هنيك ونحن عم نواجه مشاكل كتير، ماني مرتاحة للروحة معهم. الوقت تأخر وبدي اتصل بالبيت، يلا. مو معقول، مستحيل اقدر اقنعها تروح على البيت، شو بدي ساوي؟ ستي امتى راجعة ماما على البيت؟ طولت. ما بقى الا توصل حبيبي، انا كيف بدي جاوبك يا روحي إذا أنا أساساً ما بعرف وين أمك؟ لو سمحت في تليفون عمومي قريب من هون؟ إيه بتروح لقدام بعدين على اليمين بتلاقيه. شكراً كتير. أهلين. يلا يا ترى وين سومان ورانفير هلأ؟ ساهي هلأ اجتني مكالمة من رفيقي عم يقلي صار في تبليغ عن حادث على الطريق العام. معناته هلأ أكيد بيكون في عجقة. بلكي سومان. ها ليكو
شو هالحظ هاد؟ شو اللي صار؟ أعطيني مصاري. تليفون سهيل مشغول. طيب خليني اتصل بسنجانه.